اليوم راح تشوفوا ماشي الوجه فريمون فريمون الحقيقي تاع يمينة. يسقط ولا ما يسقط، هو سقط صافي لونطون، ولا حبيت كنت مطلقه ولا تزوجت كنت مطلقه، ما كنتش في رقبته. واول حاجه كي جرح يضربني قال لي انت كنتي تحكي مع الصحافه وتقولي لهم اني راح نطلق. عمر 26 سنه 28 سنه 28 سنه 28 سنه توفى. بالك ما قمتش بواجبي، بالك بالك ما طليتش فيه، بالك ما وقفتش معاهم، بالك مع انه ما خليتهمش دقيقه واحده. ماهوش حجاب لكن ستره، ونتمنى نكون فلاحه وما نكونش فنانه. عندي دو سيكاتريس، هاي وحده منها. 60 دقيقة حقيقة مع بلال كباش، السبت 9:15 على شروق نيوز.